قال جل وعلا في كتابه الكريم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، من غير مقدمات، من غير مقدمات يسبق هذا العذاب ويسبق الموت. فعندما يرى الإنسان أن حياته ستذهب وأنه سينتقل من دار إلى دار يندم، يندم لأنه لم يأخذ بوصية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم حياتك قبل موتك. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اغتنم حياتك قبل موتك، إن الإنسان يندم على الحياة ويندم على الفراغ ويندم على كل لحظة مرت عليه فلم يستغلها بطاعة الله جل وعلا.